بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على برنامج إدمودو. بالبداية أحب أقول لكم نبذة بسيطة عنه. وهو برنامج مفيد ومهم للتعليم عن بعد، وهو يعرف بأنه أول وأضخم شبكة اجتماعية تعليمية تستهدف ربط جميع المتعلمين ومصادر التعليم اللي يحتاجونها لتعزيز إمكانياتهم وبناء مهاراتهم. ويعتبر هو منصة اجتماعية مجانية توفر للمعلمين والطلاب بيئة آمنة للاتصال والتعاون وتبادل المحتوى التعليمي. أول شيء هذا برنامج نقدر ندخل عليه من طريقتين. الطريقة الأولى نقدر ننزله من الأب ستور، والطريقة الثانية نقدر ندخل عليه عن طريق سفاري وجوجل كروم. خلينا نجرب مع بعض. أول شيء الطريقة الأولى نروح عند الأب ستور ونكتب إدمودو. هذا شكل البرنامج باللون الأصفر. إذا كنتم مو منزلينه تقدرون تنزلونه، وإذا منزلينه بس ضغطوا أوبن ويدخل عندكم البرنامج بشكل مباشر. إذا أنتم مو حابين هذه الطريقة تقدرون تستخدمون الطريقة الثانية، وهو ندش عن طريق الويب سايت نكتب بالسيرج إدمودو. هذا الصفحة الرئيسية للويب سايت. طبعا إذا أنتم حابين اللغة الإنجليزية تقدرون تخلونها، إذا مو حابين تقدرون تنزلون بالأسفل. وبهذا الزر نقدر نغير اللغة ونخليها اللغة العربية، وبكذي تغيرت عندنا اللغة على حسب اللغة اللي انتم تفضلونها. عندنا طريقتين. الطريقة الأولى تسجيل دخول، إذا كان عندكم حساب بالفعل بس تسجلون دخول عن طريق البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم وكلمة سر ويدش عندكم دايركت. إذا ما عندكم تقدرون تسجلون، طبعا التسجيل مجاني لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. خلينا نجرب مع بعض نسجل. أول شيء عندنا تحديد الموقع وهي دولة الكويت، ثم زر التالي. نقدر نسجل عن طريق جوجل أو مايكروسوفت أو أبل. إذا ما تبون ولا طريقة تقدرون تسجلون كالتسجيل المعتاد البريد الإلكتروني وكلمة السر، ثم تأكيد كلمة سر مرة أخرى ورمز المدرسة إذا كان موجود. طبعا أنا عندي أكاونت فراح أسوي تسجيل دخول على حساب المعلم. هذا حساب المعلم. إذا كان الصفحة باللغة الإنجليزية أقدر أغيرها من صوب اللانجويج هني وأحط اللغة العربية. وبكذي تحولت عندنا الصفحة إلى اللغة العربية. طبعا البرنامج مهم ومفيد لجميع المعلمين، لأن نقدر نسوي فيه فصول دراسية ومجموعات، ونقدر نسوي فيه واجبات وامتحانات قصيرة. خلنا نشرح أول شيء عندنا الصفحة الرئيسية. أول شيء عندنا الملف الشخصي. الملف الشخصي أول شيء عندنا الصورة. تقدرون تحطون صورة عن طريق الأبلود اللي هي صورة من البرنامج اللي تستخدمونه، أو عن طريق الصورة اللي هم مسوينها. نقدر نختار من برنامج إدمودو نفسه. مثلا نقدر نغير الشكل إذا ما نبي هذا الشكل من Create Random. نقدر نخليها كذي. مثلا نغير الخلفية عن طريق الألوان، فأنا بيها خلفية بنفسجية. الفيس نقدر نغير، ونقدر نغير درجة اللون مثلا إذا بيها كذي، أو الملابس. عندنا شكل العيون إذا نبيها نحط سيف، إذا ما نبيها نحط كنسل. سيف عشان نسيف اللي سويناها. بعدين نحط أبديت، ثم زر موافق بالأسفل. كذي تغيرت عندنا الصورة وهي صورة الملف الشخصي. بالبداية عندنا اسم المعلم إيمان، اسم العائلة أو اللاست نيم هي العنزي. عندنا هني مثل ما انتم شايفين معلم منذ، نقدر نحط هني تحديث بداية العام، في أي عام بدأت التدريس. مثلا أنا حاط 2017، أقدر أغيرها معاكم على حسب العام. نحط 2016. إذا ما نبي نحط إلغاء،
إذا نبي نحفظ اللي سويناه نقدر نحط حفظ. نقدر هني نحط احنا شنو مثلا اذا كنا معلم نحط تيتشر، اذا مشرفة، اذا ايا كان شنو دوري انا بالمدرسة او ايا كان. يعني الدرجات اللي احنا ندرسها، اي صف ندرس، عندنا من الحضانة لين 12 او الهاي ايدوكيشن. عندنا مثلا بنحط الثامن، اوكي. مجال الموضوع نقدر نحط كمبيوتر تكنولوجي او هيلث لانجويج ارت، او نقدر نحط اول الموضوع الفرعي نقدر نحط اول بعد. اذا ما نبي نحط الغاء، اذا نبي نحفظ التغيرات نحط سيف اللي هي حفظ. كذي عندنا تم تحديث الملف الشخصي بنجاح. خلنا اشرح لكم اول شيء عن المقدمة. المقدمة هي نبذة قصيرة مختصرة لإخبار الناس المزيد عنك. هي نبذة تعريفية بسيطة، نقدر نحط مثلا اسم المعلمة، اسم المعلمة إيمان لانزي، المؤهل الدراسي مثلا بكالوريوس في تخصص اللغة العربية جامعة الكويت. تقدرون تحطون عن النبذة التعريفية اللي تحبونها وتفضلونها. انا راح احط سيف، راح اخليها كذي. الناس يقدرون يقرون هذه النبذة، اسم المعلمة إيمان لعنزي والمؤهل الدراسي بكالوريوس في تخصص اللغة العربية جامعة الكويت. عندنا ثاني شيء الاهتمامات، هنسوي تعديل. هذا الشيء يساعدنا عشان نسوي سيرش، او الناس والمعلمين يسوون سيرش على حسب الاهتمامات المتشاركة. مثلا انا حاطة انجلش، اقدر احط ماث، ساينس، على حسب الاشياء والاهتمامات اللي تفضلونها. عندنا تجربة هي استعراض رحلتك المهنية مع اشخاص اخرين على إدمودو. مثلا انا على حسب اسم المدرسة والعنوان، تاريخ البدء، انا متى بديت ومتى تاريخ الانتهاء. اوكي، اذا نبين اذا سوينا وكتبنا تغيرات نقدر نحط سيف، اذا ما نبي نحط الغاء. عندنا روابط اجتماعية، اذا كان عندي اكاونت بتويتر اقدر احط هني الاكاونت، اذا عندي اكاونت بلينك ايدن نقدر نحط، او بنترست نقدر نحط. اوكي، عندنا الجدول، هني نقدر نشارك الجدول مع الطلاب عن طريق زر أضف جدول، ثم الحصة وموضوع الفصل والمبنى واليوم والساعات. عندنا روابط، إضافة رابط نقدر نحط هني لينك على حسب اللينك، إذا كان أكاديميك بلوج أو بيرسونال ويب سايت على حسب هذا، وهني نحط اللينك الرابط هني. أوكي، وبكذي تعرفنا على الملف الشخصي. عندنا المنشورات، ثاني شيء عندنا اللي هما الاشعارات، اذا عندنا طالب تكلمنا او حل اسايمنت نقدر نشوف عن طريق المنشورات. المصادر والاتصالات، المنتديات، وتقدم. الحين نرد على الصفحة الرئيسية. طبعا هني عندنا الفصول الدراسية، مثل ما انتم شايفين انا مسوية فصل اسلامية والرياضيات والعلوم واللغة العربية. نقدر نسوي فصل مع بعض عن طريق الثلاث نقاط. انشئ فصل دراسي، مثلا نسميه الاجتماعيات. نقدر هني نوصف الفصل، اي مرحلة انا ادرسها، المرحلة الصف الثامن، اختيار الموضوع، نقدر نحط الموضوع اللي نفضله. نقدر نحط تغيير اللون على حسب اللون الفصل الدراسي اللي بتسوونه، خلينا نحط لون الأحمر. بعدين إنشاء، وبكذي صار عندنا فصل دراسي سويناه مع بعض. نقدر نضيف طلاب عن طريق الاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني، ثم نضغط على زر invite. وإذا ما نبي نقدر
نقدر نعطيهم رمز الفصل من خلال الدخول إلى فصل الدراسي، نقدر نسوي كوبي وندز لهم، أو نسوي شيرينج بي دي اف، نقدر ندز لهم الكود بي دي اف أو ندز لهم بالإيميل. طبعا هذا الفصل الدراسي سويناه مع بعض، نقدر نحط صورة للفصل، أضف صورة للفصل، نقدر نحط هذه الصورة مع بعض. نحط حفظ، وبكذي طلعت لنا صورة الفصل. نقدر نخلي كل فصل صورة معينة إذا حابين. أوكي، هني نقدر من خلال الثلاث نقاط نقدر ندز لهم رابط الانضمام إلى هذا الفصل. نقدر هني تحديث الأنشطة، استقبال، نقدر أي شيء يصير في هذا الفصل يدز لنا على البريد الإلكتروني الخاص فينا. غير صورة الفصل، احذف صورة الفصل الدراسي، تغيير لون الفصل ودعوة أشخاص وأعدادات متقدمة. الأعدادات المتقدمة نقدر نغير العنوان والصف، نقدر نغير الموضوع اللي احنا ندرسه والدورة. سيتم استخدام هذا بشكل أساسي مع منو؟ مع الطلاب ولا مع المعلمين؟ أوكي، إدارة الفصل الدراسي الافتراضي كافة الأعضاء الجدد للقراءة فقط. هني عندنا شروط معينة، احنا نقدر نقول ان كل الأعضاء يقدرون يكتبون كومنت، يقدرون يردون، ويقدرون يشاركون الجي اي اف اللي هما الصور المتحركة. نقدر هني نحط توصيف حق الفصل الدراسي. آخر شي عندنا انسخ الفصل الدراسي، نقدر نسوي له كوبي بيست او نخليه من الارشيف، يعني نحطه بالارشيف نخليه يمكن نستخدمه بالمستقبل. نقدر نحط حذف، وهني حفظ الاعدادات اذا سوينا شيء جديد. اوكي، احنا ذا بنسأل احنا شلون نسوي assignment اللي هو الواجب عن طريق هذا الزر اللي باللون الازرق، انشاء، عندنا assignment اللي هو الواجب. نقدر عندنا خيارين، اما عن طريق واجب جديد او تحميل واجب احنا مسوينه من زمان. خلنا نسوي واجب جديد مع بعض. اوكي، عندنا عنوان الواجب، مثلا نخلي الواجب الأول على سبيل المثال. التعليمات، نقدر نحط شروط معينة حق الواجب، يرجى حل الواجب في الوقت المناسب. إذا نبي نسوي له تغيرات مثلا نحطه بولد بهذا الشكل أو نخليه كذي، نقدر نحط نقاط عشان الكلام يترتب، ويرجى حل الواجب وإرساله بشكل منتظم على سبيل المثال إذا كانت في شروط معينة حق الواجب. إذا ما تبون تكتبون نقدر إضافة مرافق اللي هو إضافة ملف وفايل. نقدر نحط هذا الملف مثلا على سبيل المثال، بس ننطر يتحمل من هذا الصب. وعندنا هني إضافة رابط، ان هني الرابط اللي نحطه ونحط عنوان الرابط وهي يتكلم عن شنو بالضبط. وعندنا هني إضافة من المكتبة اللي احنا كنا مسوينها من زمان، مكتبة تجمع لنا جميع الملفات التي تم إنشائها. مثلا هني عندنا ماي اسايمنت، انا كمعلمه احفظ الاسايمنت هني والكويز هني، هي تكون كمرجع لي حق ملفاتي. اوكي، اذا سوينا الواجب خلصنا، نقدر هني نروح في هذا الزر تعيين، الاجتماعيات، تاريخ الاستحقاق وهو تاريخ الذي ينتهي به الواجب. مثلا نقدر نخليه ينتهي تاريخ 22. انزين، مثلا الساعة 11. اوكي، مثلا الصبح ينتهي هذا الشرط، يكون اغلق بعد تاريخ الانتهاء، يعني لا يستطيع اي طالب ان
يستطيع حل الواجب بعد انتهاء هذا التاريخ اللي سويناه مع بعض. اوكي، عندنا خيارات ثانية اضافة لدفتر الدرجات اللي هو التقدم، جدولة في وقت لاحق نقدر نحط متى ينزل الواجب، مثلا ينزل تاريخ 20 في الساعة 9:30 AM يعني صباحا و PM يعني مساء، نقدر نحط الحين تعيين وبكذي نزل لنا هذا الواجب في فصل الدراسي اللي سوينا مع بعض وهو الاجتماعيات. طبعا هذا راح يكون نفس البوست وهو منشورات يقدرون الطلاب يشوفونها معي. نقدر هني ارسل منشور ترحيبي للاجتماعيات. اوكي، نقدر نحط زائد اذا نبي شيء ثاني. اوكي، السلام عليكم، اتمنى لكم عام سعيد وبداية سعيدة. مثل ما انتم شايفين هني نقدر نخلي عنوان كبير، عنوان متوسط، ونص عادي. خلينا نخليه متوسط، نخليه مثلا بولد. اوكي، هو بولد اساسا. اذا ما نبي نقدر نحط ملفات وصور واضافه من المكتبه اللي احنا كنا مسوين فيها الفايلات ومجمعينهم، او الجي اي اف اللي هو صور متحركه او جدوله حق المنشور. متى نبي ينزل؟ مثلا تاريخ 21 الساعة 1 الظهر، نخلي PM. اوكي، سوينا سيف حق التايم والديت. نقدر هني انشاء استطلاع. الاستطلاع يعني التصويت. نقدر مثلا اذا نبي نقدر نحط سؤال ونخلي الأجوبة والطلاب يشاركون. عندنا هني التحقق من السعادة، مثلا إذا نبي أي شيء نقدر نحطه. أوكي، خلنا نكتب مرة ثانية. في وجهة نظركم من الأفضل التعليم عن بعد أم التعليم التقليدي؟ ونحط الحضوري. نقدر نسوي استطلاع التصويت ونخلي الطلاب يشاركون. التعليم عن بعد والتعليم التقليدي. اوكي، نقدر هني نحط اذا نبي خيار ثاني نقدر نحط وانشر. وبكذي هني هذا صوب المنشورات راح يطلع لهم. في وجهة نظركم من الافضل تعليم عن بعد اما التعليم التقليدي اللي هو الحضوري؟ يقدرون يصوتون الطلاب. اوكي، نقدر هني نحط انشاء كويز مع بعض. نقدر نسوي جديد او كنا مسوينه من زمان. عندنا اول شيء خانتين راح نعبيهم تفاصيل الاختبار واسئله الاختبار. اول شيء تفاصيل يكون اسم الاختبار، مثلا الاختبار الاول، التعليمات، طريقه الاختبار،